المزمور 28. إليك يا رب أصرخ، يا صخرتي لا تتصامم من جهتي، لئلا تسكت عني فأشبه الهابطين في الجب. استمع صوت تضرعي إذ أستغيث بك وأرفع يدي إلى محراب قدسك. لا تجذبني مع الأشرار ومع فعلة الإثم، المخاطبين أصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم. أعطهم حسب فعلهم وحسب شر أعمالهم، حسب صنع أيديهم أعطهم. رد عليهم معاملتهم لأنهم لم ينتبهوا إلى أفعال الرب ولا إلى أعمال يديه. يهدمهم ولا يبنيهم. مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت، ويبتهج قلبي وبأغنيتي أحمده. الرب عز لهم وحصن خلاص مسيحه هو. خلص شعبك وبارك ميراثك، وارعهم واحملهم إلى الأبد.